40 عاماً مضت على اندلاع أولى شرارات الحرب الإيرانية العراقية، حرب غيرت المنطقة والعالم إلى الأبد. لكن ربما لا تعرفون أن 3 عسكريين إيرانيين التقوا بسببها وشاركوا فيها، يتقاسمون اليوم مصائر 3 بلدان عربية. قاسم سليماني قائد فيلق القدس في سوريا، إريج مزدجدي المقاتل السابق في الحرس الثوري طيلة 40 عاماً ضد العراق قبل أن يصبح سفير طهران في بغداد. أما الدولة الثالثة فهي اليمن، والثالث يدعى عبد الرضا شهلاي. بالنسبة إلى العالم، لم يكن شهلاي معروفاً حتى هذا الأسبوع، عندما خصص الموفد الأمريكي الخاص حول إيران برايان هوك مؤتمراً صحفياً ليعلن فيه عن جائزة مقدارها 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تقود إليه. لكن بالنسبة إلى المنطقة، فهو معروف لدى السعودية والبحرين منذ سنوات طويلة، ما دفعهما إلى وضع اسمه على قائمة الإرهاب. ظهر اسمه بقوة عندما كانت الولايات المتحدة والسعودية تحققان في محاولة اغتيال وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير عندما كان سفيراً في واشنطن. وخلصت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنه كان المنسق، وأصدرت بياناً تحمله فيه مسؤولية المحاولة وغيرها من الهجمات. بحساب الخبرة العسكرية، ما زال شهلاي في عنفوانه، حيث لا يتجاوز 56 سنة من العمر، يتقاسم نفس الجيل مع سليماني ومسجدي نفسيهما. التقى الثلاثة ضمن فرقة تابعة للحرس الثوري أيام الحرب على العراق، كان اسمها 41 ثأر الله. بمجرد سقوط نظام صدام حسين، انتقل ثلاثتهم إلى العراق تحت جنح الاحتلال الأمريكي. منه بدأ سليماني يبسط مراقبته على الميليشيات التابعة له في لبنان وسوريا والعراق، الذي اختار له رفيق العمر الأول مسجدي ليكون فيه أكثر من مجرد سفير. أما ثالث الثلاثة فقد أكمل العقد بمتابعة تأسيس ميليشيات الحشد الشعبي لعلاقته بزعيمها أبو مهدي المهندس وقائد فيلق بدر هادي العامري. بعد الانتهاء من ذلك، انتقل شهلاي إلى قاعدة كنارك العسكرية على بحر عمان، فقد استلم ملف اليمن ليعيد إنتاج خليط من العراق وسوريا ولبنان انطلاقاً من منطقة سرية لا يعرف عنها سوى أنها غير بعيدة عن صعدة.